والجانب الثاني وهو تأمين المواطن وتسهيل حركة المرور خلال الفترة الليلية. إذا اليوم عندنا عمل مشترك ما بيننا وما بين زملاء تاع الدرك الوطني قوموا به، هو تأمين المواطن أثناء التنقل تاعو، أثناء تأدية صلاة التراويح، وأثناء أيام يبيت التسويق. إذا مع الزملاء لهنا رانا في خلال اليوم رانا في فرقة الدرك الوطني اللي زابانا بريدة، نقوموا بهذه الخراجات الميدانية، نكثفوا الدوريات ونقوموا بوضع وضعيات ثابتة لتسهيل حركة المرور من جهة، من جهة واحدة أخرى هي تأمين المواطن، تأمين الساحات العمومية، تأمين الطريق وتسهيل كذلك حركة المرور. إذا المخطط العملي درناه دعت إليها قيادة الدرك الوطني المدير عام الأمن الوطني باش نقوموا بعمل مشترك. عمل هذا المشترك خلال شهر رمضان عنده هدفان، الهدف الأول هو هدف باش نسهلوا العمل تاعنا زميلي كذلك وظيفة الإضافة ومن هذا مشترك في بطيلة شهر رمضان من أجل تسهيل حركة المرور وتسهيل التسويق للمواطنين وايضا صلاه التراويح وتامين وسيله حركه المرور.